هذا سائل من أمريكا يقول: أنا أقوم بالدعوة في أمريكا، في المسجد الذي أدرس فيه يحضر مسلمون جدد، وأحياناً أثناء الدرس أذكر بعض أسماء من خالف السنة في العقيدة أو في المنهج. سؤاله: هل ينبغي لي أن أترك ذكر الأسماء أسماء المخالفين مراعاة لهؤلاء الجدد، أم ماذا أصنع؟ إيه نعم، لا تذكر الأسماء، حذر من البدع ومن المخالفات، ولا تقول هذه موجودة في هذا البلد وعند بعض الناس بدون تعيين. نعم.